بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي تعالوا نتعرف معاكم على اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وبالنسبه لسعر البيع 24 جنيه 51 قرش و 24 جنيه 44 قرش للشراء، اليورو 25 جنيه 31 قرش للبيع، 25 جنيه 23 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 29 جنيه و 15 قرش للبيع و 29 جنيه و 5 قروش للشراء، فرانك سويسري 25 جنيه و 68 قرش للبيع و 25 جنيه 59 قرش للشراء، اليوان الصيني 3 جنيه 44 قرش للبيع، 3 جنيه 43 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية، فالريال السعودي سجل النهاردة 6 جنيه 52 قرش للبيع و 6 جنيه 50 قرش للشراء، الدينار الكويتي 79 جنيه 63 قرش للبيع و 79 جنيه 37 قرش للشراء، وأخيرا الدرهم الإماراتي سجل 6 جنيه 67 قرش للبيع و 6 جنيه 65 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، وعيار 18 سجل 1108 جنيه، عيار 21 سجل 1292 جنيه، عيار 24 سجل 1476 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 10336 جنيه. وبكده خدنا حضراتكم في جولة سريعة عن أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر.